يمكن عشان لو دخلنا بقى في موضوع مهم هو تغير الأخلاق. الأخلاق الزمن اللي احنا كنا فيه بقت مختلفة تماما عن دلوقتي تماما، حتى في الوسط الكروي. احنا اللي بنشوفه الأحداث الأخرانية ما بين الأندية وبعضها، لا ده ما استحالة. زمان ما فيش الحاجات دي خالص خالص، يعني العلاقة ما بين الماتشات أهلي والزمالك، الأهلي والزمالك الجمهورين قاعدين بعض، ما فيش فواصل بينهم وما فيش أي مشكلة خالص. أقصى حاجة بعد الماتش كده يكلموا بعض يهزروا بتاع، إنما في الشكل اللي حصل، في اللي حصل مش عايزين يعني نذكر الموضوع ده اللي حصل من كام سنة في مثلا، مش عايزين يعني نذكر الحاجات دي. يعني في العلاقة ما بين الأندية كانت أفضل مليون في المية. بجميع الأحوال إحنا كان اللعيبة بتوع الزمالك بيجونا قبل ماتشات إفريقية عشان يعملوا نوع من الدعم، وإحنا بنروح نفس القصة. وأنا بيرضوا لو في صورة موجودة معايا، الله يرحمه إبراهيم يوسف جوه النادي الأهلي في استاد التتش، وجاي ويسلم عليا قبل ماتشات إفريقيا. هي دي الروح اللي كانت موجودة، هو ده الحب اللي كان موجود. طب النهارده ما كانش فيه يعني تبادل الكلام ده بشكل كمان مبالغ فيه، وما بقاش فيه سقف للكلام ده. النهارده في تصيد للاخطاء خاصة من قبل يعني البعض، وحضرتك يعني يمكن تابعت مباراة وادي دجلة والهليلة اللي حصلت على الهدف بتاع وادي دجلة اللي الحكم ما حسبوش وكذا، وقامت الدنيا ولم تقعد. يعني شفت الأمر برضو ده ازاي؟ يعني تابعته ازاي؟ بصي، هو في تربص للنادي الأهلي في أي حاجة. يعني الموضوع ده يعني أنا مش شايف له معنى. جون اتحسب ما اتحسبش، يعني الماتش كله أساساً مش هيفرق مع النادي الاهلي في بطوله الدوري، الماتش كله على بعضه. واخد بالك ازاي؟ الحكم حسب ده تقديره، الفار قال كذا، المش عارف ايه كذا، يعني الضجه اللي عملت. بس في ناس بتتصيد عشان لها اهداف ثانيه في دماغها، ان هي تقول ده مش عارف الاهلي واخد الدوري بالتحكيم، الاهلي مش عارف. هي دي النقطه يا كابتن، الفكره حتى مش تصيد اخطاء اكتر بانه ان الهدف كان اوفسايد. وبعدين انا اول ما شفت الهدف قلت مش اوفسايد، وبعدين لما رجعت وكان في قانون بالزبط. ممكن الناس كتير ما تعرفش القانون دوت، ان تدخل اللاعب ان انا بمنع لاعب انه يوصل للكره، يبقى هو مشارك تبقى اوفسايد. وجابوا حكم دولي من الفيفا، يعني صحيح. من الفيفا حكم صحيح. دولي على مستوى الفيفا قال لا الكره اوفسايد. صحيح. فالموضوع اتقفل على النقطه ديت. لكن انك زي ما حضرتك بتقول ان في موجه بقى بتزق ان لا يا جماعه لا ده ما كانش اوفسايد، لا يا جماعه فدي حصل اكتر من الموضوع ده في مباريات كثيره جدا في الدوري السنه دي، ومع المنافس حصل كذا وكذا. انما لا، ازاي؟ ما هو لازم النادي الاهلي طالما حاجه زي كده يصطادوا يا سيدي 1-0، خليها الغي الجون ده. يعني اقصد الامور ابسط من كده بكتير. ان هو ده اللي انا بقول لك هيرجعنا تاني للوسط. زمان ما كانش فيه الكلام ده خالص، يعني خالص. هو زمان ما كانش فيه اخطاء للحكام؟ أكيد كان فيه. أكيد. وعمرها ما تنتهي، سواء زمان أو دلوقتي أو بعد كده، مش هتنتهي. بس النفوس اللي تهدى شوية، النفوس اللي تهدى. وطريقة هتاخدني لحتة طريقة التعامل مع الخطأ الحكم كان إزاي زمان. يعني كان يتجرأ حد مثلا يطلع يقول لك أصل الحكم ده كذا، ده الحكم لا يعني يمكن. كانت الدنيا ماشية إزاي؟ لا 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 خالص. وما كانش فيه طبعا يعني ان حكم يطلع ويحصل تحليل لاداء، ما كانش فيه استديوهات تحليليه، ما كانش فيه استديوهات والكلام ده. فخلاص، وزي ما بقول لك كمان يعني موضوع الكاميرات كمان كان قليل قوي، فما كانش دوبك اتنين كاميرتين ثلاثه بالعافيه ومن فوق، فما كانش فيه الخط بالظبط بيجي يعني. فالدنيا كانت سهله. ممكن اللي قاعد بالصدفه على خط الكوره في الاستاد في الملعب هو اللي ياخد باله، انما غير كده محدش ياخد باله خالص. فالدنيا كانت بتمشي والامور كانت اسهل من كده. زي ما بقول لك الجماهير مع بعض كانت اسهل من كده. مفيش الفتنه الكبيره اللي موجوده، واللي انا عارف مين سببها طبعا، واللي بيشعل الدنيا والقصص والمواضيع دي الناس عارفه ان ما بقى فيش كمان سقف. دي نقطه مهمه، هي دي مهمه جدا جدا. اما هون انت عارف مفيش حل يا كابتن حشيش، لو في رضع مفيش حل. مفيش حل لوقت الفتنه دي. انا اللي شايف الفتره الاخيره حل من عند ربنا. لا بجد. والله الحل من عند ربنا.